سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من الانتفاضة العربية، نتابع من خلالها اليوم المشهد العراقي مع المظاهرات التي تجري في العراق ودعوات الإصلاح ومحاولات العبادي للإصلاح في ظل التدخلات الإيرانية والموقف الأمريكي في العراق. يأتي مؤتمر الدوحة الذي عقد في الدوحة منذ بضعة أيام ليضفي مشهدا جديدا على المشهد العراقي برمته. ما هو مؤتمر الدوحة وما هي خلفياته وما هي تفاصيله ولماذا عقد وما الذي توصل إليه هذا المؤتمر في ظل الدعوات الإصلاح في العراق؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم الذي أستضيف فيه الأستاذ صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا. أرحب بك أستاذ صباح المختار. لو بدأت معك من ما جرى في العراق من مظاهرات وتبعها دعوات للإصلاح وتبني العبادي وأيضا السيستاني لهذه الإصلاحات والدعوات، يعني السؤال الذي يطرح هنا، هل الطريق أمام العبادي سالكا بالفعل للقيام بهذه الإصلاحات؟ أشك جدا في ذلك. طبعا نتمنى أنه يستطيع تحقيق أي من الوعود التي أطلقها وأي من المشاريع اللي أعدها، نتمنى أن يتم تحقيق ذلك، لكن هناك واقع على الأرض. المشكلة اللي حصلت في العراق أن هناك فراغ كبير في السلطة، العبادي استلم السلطة ولكن العبادي ليس مسيطرا على الوضع، هناك خلاف كبير وجذري في القيادة العراقية بين مثلا العبادي والمالكي، كلاهما ينتميان إلى نفس الحزب، كلاهما يرتبطان بإيران، ولكن العبادي يريد أن يظهر أنه يختلف عن المالكي والمالكي بالنسبة له لا يريد ذلك الأمر، لأنه يعتقد أنه قد أسيء إليه وأنه لم يقصر وأن الاتهامات بدأت تكال إليه. فهناك انقسام على مستوى القيادة، هناك انقسام في الوزراء، الوزراء واحد يروح باليمين واحد يروح بالشمال، ليس هناك لا سياسة ولا هناك وضوح في الرؤية. البرلمان منقسم بين مختلف الكتل والفئات والمجموعات، وحتى في داخل الكتل نفسها هناك انقسامات. فحزب العبادي هو نفس حزب المالكي، وهذا الحزب منقسم على نفسه في داخل البرلمان. هناك انقسام على مستوى الحشد الشعبي، الحشد الشعبي هناك من يريد أن يعتقد أن دوره هو حماية المراقد المقدسة، في حين يرى آخرين أن دورهم تحرير العراق كما يرى هادي العامري. بالنسبة فهذه تجعل الصورة في العراق، ليس هناك قوة في العراق مركزية. العبادي رئيس وزراء، العبادي له سلطة القائد العام للقوات المسلحة، بعض الجيش يؤيده، بعض القوات المسلحة تؤيده، بعض الحشد الشعبي يؤيده، ولكن الباقين لا يؤيدونه. الجيش قبل 3 أسابيع الماضي كان هناك صدام بين الجيش والحشد الشعبي في شارع فلسطين في وسط بغداد، وأصدر الحشد الشعبي بيان يقول على الجيش أن لا يقوم بأي أعمال إلا بالتنسيق مع الحشد الشعبي. يعني يفترض أن الأمور دائما تكون بالعكس. علما بأن هذه الميليشيات بما فيها الحشد الشعبي تتعارض مع نصوص الدستور العراقي الذي وضعه برمر. إذن هذه الإصلاحات ليست جدية في حقيقتها. الإصلاحات هو يريدها جدية، هو يريد أن لا شك لديه أنه يريد الإصلاح، لأنه يريد إنقاذ العملية السياسية التي حتى الأمريكان، يعني ليست أمنيات الناس وإنما الأمريكان وصلوا إلى قناعة الآن والغرب أيضا أن هذه العملية السياسية الموجودة الآن غير قابلة للاستمرار، ستنتهي. ما يخشون يعني أمريكا مثلا بالنسبة لها كان البعبع هو داعش، كل الحديث مالها هو عن داعش وآيسس وحسب ما يسموها. في الوقت الحاضر الآن أمريكا بدأت تخشى من انهيار العملية الحالية، وما سيحل بدلها هو 45 ميليشيا، وبالتالي يصبح الوضع أسوأ مما هو موجود حتى في ليبيا. في ليبيا لا تريد، لا تعرف مع من تتعامل. الأمريكان الآن أصبحوا يخشون ليس من داعش وإنما يخشون من انهيار العملية السياسية التي ستؤدي إلى استلام الميليشيات للسلطة، وبالتالي لن تكون. فهو يريد حقيقة تحقيق هذه، لكن ما
كيفية تحقيقها هو شيء غير ما الناس بالنسبة للشعب العراقي الآن انتهى الموضوع. من 2011 كانت هناك تظاهرات التي اتهمت بأنها بعثية ووهابية وصدامية وإلى آخره، وتم قتل الناس، وعندك المذابح مال حويجة وغيرها. الآن الشعب، بقية الشعب العراقي، كل الشعب العراقي الآن منتفض ضد الوضع، كل الفساد اللي أول مرة في العراق منذ 2003 ينادى بخروج إيران. هناك اتهامات للمرجعية، هناك اتهامات لرجال الدين، هناك اتهامات للسياسيين. وصل الأمر أن قادة العملية السياسية بدأوا يتسابقون للدخول مع المظاهرات. نعم، وهذه نقطة لافتة جدا أستاذ صباح المختار. يعني فور أن بدأت المظاهرات وطلب بالإصلاحات ومحاربة الفساد، معظم إن لم يكن كل المكونات السياسية التي شاركت في العملية السياسية وعمليا شاركت في الفساد في البلاد من الرأس حتى القدم، يعني بما فيها المرجع السيستاني الذي كان راعيا للعملية السياسية عبر 13 عاما. الجميع تبنى مطالب الإصلاح، مطالب المتظاهرين. كيف نفهم ذلك؟ يجب فهمها أن هناك بركان ينفجر، وبالتالي لا يمكن مقاومة هذا البركان. لذلك فيما أعتقد أنه حاول السياسيين كلهم بما فيهم المرجعية أيضا، حاولوا أن يركبوا الموجة ثم يحاولون إفراغها من محتواها. أي أن تنقل المطالب الشعبية التي تنادي بتنظيف الدولة وإنهاء الفساد وإنهاء كل المظاهر الحالية الموجودة، تحويلها إلى شيء آخر، أن تبدأ بالحديث عن شخص أو عن مكان أو عن مؤسسة أو عن خدمة معينة، اعطوا مرتبات الشركة الفلانية، ادفعوا موقوفات المبالغ الموقوفة، عيدوا الكهرباء. هذا ما يحاولون القيام فيه. ولكن المظاهرات في العراق لأنها ليست مظاهرات موحى بها من أحد، هذه الناس لأول مرة يخرجون حتى بدون قيادة بهذه الدرجة. قبلها كانت هناك المناطق الغربية والمناطق الشمالية من العراق التي كانت تخضع إلى الفقرة 4 من قانون الإرهاب، كانت تخضع إلى موضوع الاتهامات بأنها داعش وإلى آخره. الآن بقية الناس الذين لم يعد، الفرد العادي الذي يعيش في بغداد وبقية العراق سواء كان في المناطق الشمالية أو في الوسطى أو في الجنوبية، حينما ينظر إلى حياته الآن ليس لديه أمان، ليس لديه كهرباء، ليس لديه ماء، لا يستطيع أبناء الذهاب إلى المدارس، ليس هناك صحة، لا يوجد شيء يجعل هذا الإنسان يقبل بالوضع الحالي. لذلك حاول الجميع، يعني بحيث أنه حتى أصبحت جزء من الجانب يعني الكوميديا السوداء، أن المظاهرات ضد الفساد يخرج فيها الفاسدين، بحيث أن المتظاهرين وصلوا إلى مرحلة وضعوا ناس بحيث أي واحد من البرلمان أو أي واحد معمم أو أي واحد من العملية السياسية يريد المشاركة في المظاهرة يعني يعتدون عليه وطلبوا الذهاب منه، سواء كان نسوان أو رجال معممين برلمانيين سياسيين. قال لك يا أخي احنا انتفضنا ضدكم، انتوا جايين تدخلون معنا شو تضحكون علينا ولا إيه؟ لذلك هذا البركان اضطر الجميع أن يتعامل معه كما لو كان هو هذا اللي، وبالتالي خفض الرأس. طبعا هناك عملية خفض الرأس بالضبط، هناك عاصفة جاء قادمة، وهؤلاء الناس عليهم أن يقوموا بالعمل، لكنهم لن يستطيعوا. يعني بالنسبة إلى العبادي، حينما أصدر قرار بعزل نواب الرئيس، نعم، إيش اللي حصل؟ ولا واحد يقول لا زالوا جميعا بهم، بما فيهم أنه أحد نواب الرئيس قال أن المنصب نائب الرئيس بالطريقة العراقية عتق درتي. يعني هذا، لكن هذا، وبدأوا يتهمون بعضهم بعض، أنت جبت جماعتك الفاسدين، لا أنت جبت جماعتك الفاسدين، الفساد كان بزمن برمر، لا الفساد استمر، وحتى لما كان ببرمر أيضا العبادي كان موجود فينا. فعملية أصبحت يعني حينما يحصل خلاف بين الحرامية اللصوص تنفضح المسألة. يعني الحقيقة يبدو وكأنهم استخدموا سياسة العصا والجزرة مع المتظاهرين، شنت عملية اغتيالات لبعض قادة هذا الحراك، واليوم هناك دعوات للعودة إلى الاعتصامات. إذن يبدو أن كل عمليات الاحتواء لهذا البركان كما سميته قد فشلت بدون أدنى شك. وأنها يعني الآن حتى استعمال القوة الذي كان يخشى الكثيرون أنه قد يستعمل،
نعم. قد يلجأ إلى القوة. حتى هذا فشل، لأنه حينما تم اغتيال 3 أو 4 من الناشطين رد الفعل كان أقسى مما كان قبل الاغتيال. لذلك الآن والعبادي الآن وحتى قسم من المرجعية، مثلا المرجعية الآن في الوقت الراهن تسير بخط ليس متوافقا مع الخط الإيراني. إيران تريد أن هذه المظاهرات أو الانتفاضة أن يتم احتوائها بأي طريقة يروها مناسبا، بالشراء، بالجزرة، بالعصا، بالاغتيال، لكن يجب احتوائها. السيستاني الآن يرى أن الناس كلها انتفضت، المسألة ليست مسألة إيران. إيران أصبحت غير مقبولة عند الشارع العراقي في المناطق التي كانت تدار من قبل إيران، وظهر في الشعارات، الشعارات كلها. يعني أنا ما أريد أدخل في موضوع الشعارات، أي واحد يطلع على الشعارات أو يسمعها إيران برا برا إلى آخره، هذه والمرجعية وكل هذه الأمور. هناك حالة من الغضب العارم العراقي ضد الجميع، محاولة تصوير أن المسألة إحنا دنحارب الإرهاب في داعش، لما عندك 45 ميليشيا اللي هي تقوم بأعمال أسوأ من داعش، والأعداد الناس الذين تقتلهم الميليشيات أو تختطفهم هو أضعاف ما تقوم به داعش. وحينما ترى أن الفرد في بغداد في العاصمة لا يستطيع السير في الشارع، اختطاف لأشخاص وأطفال ونساء وعوائل، صدام بين الجيش والميليشيات، والميليشيات تطلب من الجيش أن يطيع الأوامر، هذا كله يعطي الصورة الحقيقية للوضع. فهناك عدم قدرة للعبادي في إصلاح الوضع، العملية السياسية انتهت، ويجب البحث عن أسلوب جديد لمعالجة. طيب أستاذ صباح المختار، يعني البعض يرى بأنه هذه المظاهرات قد تأخرت كثيرا، ولو أن العراقيين في محافظات بغداد والجنوب قد انضموا منذ سنوات إلى العاصفة أو المظاهرات التي كانت في محافظات الوسط والشمال، وتحديدا دعنا نسمي الأمور بمسمياتها واعذرني على هذا، السنة، عندما المحافظات السنية عندما انتفضت، البعض يرى بأنه تأخر المحافظات الشيعية في الجنوب عن ذلك الحراك يعني أدى إلى ما وصل إليه العراق اليوم. لو اشتركت في ذلك اليوم لكان الأمر كله قد تغير. أنا شخصيا من المؤيدين لهذا الرأي، مع الأسف أن المالكي ووسائل الإعلام العراقية وإيران لعبت الدور أن الصراع هو بين معاوية ويزيد، أن الصراع بين الشيعة والسنة، أنه بعد أخذنا السلطة لن نعيدها، المظلومية الشيعية. هذه الشعارات وهذا القول حينما يأتي من القيادات الكبيرة، سواء كان قيادات سياسية ولا برلمانية ولا وسائل إعلام ولا مرجعيات دينية، حينما تجد رجال الدين يتحدثون بهذه الطريقة بدون أدنى شك، لذلك تأثير على الفرد العادي. الأشخاص الفرد العراقي ليس كل واحد منهم عنده دكتوراه في العلوم السياسية ويستطيع تحليل القضايا. الإنسان بالنسبة له حينما يقال له أن السنة كلهم إرهاب وكلهم بعثين وكلهم صدام وكلهم وهابيين وداعش، طبعا بالنسبة للفرد العادي ليس مستغربا أن يصدق هذا الكلام. الآن وصلت المرحلة، وهذه حينما تدفع الشخص إلى الحائط، هذه الحكومة استمرت في الكذب على الناس وعاملت الآخرين بقسوة هائلة جدا. الآن بدأت تستلم الثمن. الآن بالنسبة إلى الثمن الذي يجري هو أن العراق جميعا منتفض. المسألة ما عادت موضوع شيعة وسنة، المسألة حتى إذا نظرنا إلى العملية السياسية التي يصورها الغرب والإعلام الغربي وحتى قسم من الإعلام العربي، نعم، يصورها أن الحكومة الشيعية والشعب السني. طبعا هذا كله كلام هوى، لأنه العملية السياسية مليئة بالسنة، والعملية اللي والناس اللي ضد العملية السياسية فيهم من كل الأطياف، فيهم شيعة وفيهم سنة. العمليات السياسية اللي موجودة في العراق أسيء تفسيرها عن قصد من قبل آخرين أن المسألة هي شيعة وسنة. الآن اتضح أن المسألة حتى ولو كانت هي شيعة وسنة، لكن الظلم غير مقبول لا من الشيعة ولا من السنة، وبغض النظر إذا جاء من الشيعة
أو جاء من السنة. طيب دعنا نشرك معنا في هذا الحوار أستاذ صباح المختار السيد عبد الغني يحيى الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلي من أربيل. أرحب بك سيد عبد الغني. يعني في ظل المشهد العراقي المضطرب اليوم وتحديدا في قضية المظاهرات وما يقال عن إصلاحات، تبدو مواقف القوى السنية والتحالف الكردستاني تبدو ضبابية وكأنها لم تحسم موقفها، لماذا برأيك؟ قبل كل شيء تحياتي لشخصكم الكريم وللأستاذ صباح المختار، وأقول أن الإصلاحات التي نادى بها الرئيس حيدر العبادي إصلاحات هي مضببة أصلا وليس مواقف السنة أو الكل، فهذه الإصلاحات التي نادى بها لم تكن في البال أو في الخاطر، بل أن هنالك كانت مقترحات أو مذكرات أو اتفاقات كان من شأن تنفيذها أن تتم الإصلاحات تلقائيا. فمثلا القوى السنية وافقت على الاتفاق السياسي الذي وقعته مع الحكومة حكومة الرئيس العبادي بشأن إحداث إصلاحات وكذلك قانون الحرس الوطني والمصالحة وما إلى ذلك، كما أن المشروع الكردي كان حول الاتفاق النفطي وكذلك تنفيذ حصة أو بالإطلاق حصة الكرد من الموازنة العامة والبالغة 17%، كما أن هنالك أوساط شيعية أيضا كانت تنادي بالإصلاح أو بالأحرى بالقضاء على الفساد مثل تيار الصدري وكذلك تيارات أخرى أيضا، إلا أن حكومة العبادي لم تأخذ بمثل هذه المقترحات، أي أنها لم تحترم آراء المكونين الكبيرين السني والكردي وكذلك آراء أوساط واسعة للمكون الشيعي أيضا، فأقدمت على اتخاذ جملة إجراءات سماها إصلاحات، في حين الآن يوم بعد يوم ترتفع المعارضات أو المعارضات ضد هذه الإجراءات والتي وصفها بعضهم بأنها اجتثاث للإصلاح وليس إصلاحا. نعم. وبدون شك أن الرئيس العبادي عندما نادى بالإصلاح فلقد نادى هو ضمن حزب الدعوة الحاكم المرفوض الآن من الوسط العراقي وكذلك لا زال عضو في تحالف دولة القانون، كما أنه بخطواته الأخيرة أثبت أنه أصلا ليس مع الإصلاح بدليل أنه وفر الحصانة لنور المالكي، كما أنه وفر الحماية له أيضا، فقبل أيام ألغى الحمايات الخاصة في حين أنه أبقى على حماية المالكي وكذلك على حماية السيد الحكيم أيضا. ولا ننسى أن هذه التظاهرات التي يبدي العبادي تأييده لها أو بالأحرى تعاطفه معها أن هذه التظاهرات تلاقي مضايقات واضطهادات من قبل رجال الأمن العراقيين وكذلك من قبل أفراد الحشد الشعبي وأفراد آخرين من القوات العراقية، فلقد قتل بعض من هؤلاء وخطف بعض آخر وهددوا أيضا، كما أن كثيرين من الصحفيين الذين تعاطفوا مع هذه المظاهرات لاقوا مضايقات عدة كثيرة. لذلك أقول أن الموقف السني والموقف الكردي أيضا ليس مرببا بقدر ما أن إجراءات العبادي هي أصلا المرببة وهي الغامضة، ولا أعتقد أن هذه الإجراءات تقود إلى إصلاح الوضع في العراق بقدر ما تقود إلى إشاعة فوضى عارمة، وكما قلت قبل نحو أسبوع من على شاشة فضائيتكم الموقرة بأني أشبه ما يقوم به العبادي ما قام به غورباتشوف قبل نحو ربع قرن من الآن عندما نادى بالإصلاح وعندما أدرك بأن الإصلاح في روسيا أو في الاتحاد السابق قد فات أوانه، فإنه
فإن الاتحاد السوفيتي انهار ولم ينهار فحسب، بل إنه قسم وغادر غورباتشوف إلى أقرب شقة في موسكو. والآن فإن العباد يجب أن يعلم أن إجراءات هذه المضبضة والغامضة ستقود إلى مزيد من الفوضى في العراق، وسينتهي الوضع بانهيار العراق وتقسيمه إذا مضت الحال على هذا المنوال. أشكرك جزيلا السيد عبد الغني يحيى الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من أربيل. أستاذ صباح المختار، يعني السيد عبد الغني شبه ما يجري في العراق بالبرسترويكا التي قام بها غورباتشوف وأدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي أو تشتته. اليوم يعني نلحظ وكأنه المكون السني والمكون الكردي أيضا في العراق يبدو وكأنه مشتتا، لم يتخذ موقفا حاسما مع هذه المظاهرات، يعني مع أنه لو اتخذ مثل هذا الموقف القوي ربما هي فرصة ذهبية لاستعادة الوحدة الوطنية في العراق. أولا أعتقد أن مقارنة العراق الآن بالاتحاد السوفيتي قبل البروسترويكا والغلاسنوست هو مقارنة خاطئة، لأنه في الاتحاد السوفيتي كانت هناك دولة فيها فساد وفيها ترهل وفيها إساءات، لكن كانت هناك دولة صحيحة متكاملة، قواعد عمل سياسية وقانونية، وكان هناك قضاء مستقل إلى آخره من كل الأشياء، بالرغم من أنه كان وفق النظام الشيوعي الذي لا يؤيده غالبية الناس، ولكن كانت هناك دولة. العراق منذ عام 2003 لحد الآن ليست دولة، لا يوجد لديها مقومات الدولة، ليس هناك قوات عسكرية لحماية حدودها، ليس هناك أجهزة أمنية لحماية الأمن الداخلي، ليس هناك إدارات للبنية التحتية، الكهرباء والماء والغاز والصحة والتعليم وإلى آخره. تشبيه العراق بالاتحاد السوفيتي أعتقد فيها خطأ. فيما يتعلق بموقف السنة والأكراد، هناك انقسام واضح بالنسبة للأكراد. الأكراد يشعرون الآن ويتصرفون أنهم دولة مستقلة عن العراق، هم يعني بحكم وجودهم جنبها، يعني لذلك عندهم الهموم التي تشغل بال الأخوة في كردستان هي فقط موضوع النفط وكركوك وثلاث أربع مسائل. أما بقية الأمور يعني يقول لك هذه المشكلة ما مالتنا، علما بأن الأكراد هم محسوبين على السنة لأن هم سنة. فيما يتعلق بالمجموعة السنة، هناك المجموعة الآن التي خاضعة إلى ضغط وسيطرة داعش، الموصل ومنطقة الرمادي والمناطق الكثيرة، في أي وحدة من هذه المناطق أي واحد يتحرك للقيام بأي عمل سياسي له علاقة ببغداد، سواء كان مؤيد أو معارض أو مظاهرة، يعني داعش ليست دولة ديمقراطية. نعم أبو بكر البغدادي أعلن أنه دولة إسلامية، لكن أعتقد التظاهرات والتأييد ما كثير ينظر إلها بالقبول، لكن هناك تأييد كامل لما يجري في المظاهرات، لأن كل عراقي الآن بما فيهم الأكراد، الأكراد الآن في كردستان يعانون من عدم وجود كهرباء كافي، لأنه يأخذون النفط من بيجي وبيجي بداعش، فالجميع يعاني من النقص في هذه، الجميع يعاني من أنه لا توجد حركة، لا توجد دولة، لا توجد مواصلات، لا يوجد أمن. الأمن بالنسبة إلى المنطقة الكردية، المنطقة الكردية لها موقف، تريد أنها يعني تبتعد عن داعش، إن شاء الله ما تجينا داعش، لأنه كان التهديد الأول وجو الأمريكان وأنقذوا كردستان. نعم. وبالتالي فبالنسبة لهم لا يريدون الدخول في هذا، هذه مشكلة العبادي مش مشكلة الأكراد. بالنسبة للسنة، السنة وضعوا في يا أما تأخذون الدولة الإسلامية يا أما تأخذون الجيش مال المالكي والحشد الشعبي، وأعتقد هذا الخيار سيء يعني. لكن هذه المظاهرات محاولة تصوير أو تصور أن المظاهرات التي تجري الآن في العراق هي مظاهرات شيعية هو تصوير خاطئ وغير صحيح، لأن المتظاهرين من كافة الأطياف في المناطق. بطبيعة الحال إذا أنت في كربلاء الغالبية العظمى راح يكونون شيعة، لكن إذا أنت في مدن أخرى مثل الحلة وبغداد والبصرة فيها شيعة وفيها سنة وفيها آخرين من مختلف الاتجاهات، لذلك المظاهرات ليست مظاهرات شيعية لا تحظى بتأييد السنة ولا تحظى بتأييد الأكراد. هذا أيضا تصوير غير دقيق للصورة. المظاهرات التي تقوم في العراق يقوم بها أبناء العراق بعيدا
عن الشيعة والسنة. للمرة الأولى من عام 2003 لحد الآن بدأ الناس تتكلم كعراقيين وليسوا كمجموعة شيعة ولا مجموعة سنة. الآن هناك الاستقلال العراقي، هناك مكافحة الفساد، هناك المطالب العراقية، ليست هناك مطالب للسنة. الأخ الأستاذ عبد الغني قال أن السنة ما كانوا يطالبون بهذا، هذا غير صحيح. أيضا المطالبات التي قامت عام 2011 كانت تتضمن كل هذا، تتضمن البنية التحتية، تتضمن الفساد، تتضمن تنظيف القضاء، استقلال القضاء. بالإضافة إلى هذا كان لديهم موضوع اعتقال النساء والسجناء الذين لم يجري محاكمتهم. لكن القضايا الرئيسية المال التي تتحدث عنها المظاهرات الآن والتي يقوم بها كافة العراقيين بغض النظر عن انتمائهم الشيعي أو السني أو الطائفي، وأنا أعتقد أن قسم منهم حتى لديهم ميول لأحزاب معينة، كأن يكون يساري ولا شيوعي ولا يأيد البعثيين ولا قومي عربي، أي بغض النظر عن، لأنه بالعراق الآن لا تستطيع الحديث بهذا المجال. لكن أنا أعتقد أن المظاهرات هذه ليست مظاهرات شيعية، هذه مظاهرات عراقية ضد حكم عراقي فاسد، ضد عملية سياسية فاسدة. في ظل هذا الوضع هناك يعني تحركات إقليمية وتحركات أيضا من أحزاب عراقية تجري في دول الجوار، سأتحدث معك في هذا أستاذ صباح المختار، ولكن مشاهدينا بعد فاصل قصير ثم نعود، تابعونا. في الشارع المصري حكايات وأخبار يومية، آلام وآمال وأحلام لغد أفضل. سنكون معكم من أرض الفيروز شرقا إلى مطروح غربا، من الإسكندرية شمالا إلى أسوان جنوبا، نسير في أزقة القاهرة وشوارعها، نفتح معا نافذة على مصر. تابعوني أنا أسامة جوي على قناة الحوار. بمساحة الثورة السورية وبحجم المعارك التي ترسم مساراتها وبعمق الخيوط الخفية التي تتداخل في تفاصيلها وبقوة الإرادات التي تتصارع في مشاهدها، نبسط أوراقنا ونشرع في الدراسة والتحليل، نقف عند جميع المنعطفات، ندقق في كل المفترقات ونجلي أغمض التقاطعات كي تتضح الصورة، صورة كل يوم في سوريا اليوم، عين على الملحمة على شاشة الخيار. رغم هذا الفرق نحن في الحقيقة يعني نذكرهم بخير ونعتبرهم من مؤسسي الصحوة الإسلامية ولهم أفضال كبير جدا يعني، ونحن نعتقد بأن المشكلة التي وقعت هي مشكلة تسيير الخلاف. الإسلاميين ليست لهم مهارة تسيير الخلاف، يعني مشاكل بسيطة كبرت وبعدين أصبحت نفسية، أصبحت نفسية والجميع مسؤول في هذا، يعني لا يوجد يعني طرف غير مسؤول. ربما نحن كذلك لم ندير الموضوع بشكل جيد، يعني نحن نأسف أن الحركة الإسلامية يعني فشلت في تلك المرحلة أن تتفق وأن تدير هذا الملف. ولكن إحنا مجموعتنا كان مشروعها نبيل، نحن لم نكن نطلب أي شيء، نحن كنا نطلب النقاش حول نقطتين فقط، الوحدة والإخوان المسلمين. رئيس حزب مجتمع سلم في الجزائر الدكتور عبد الرزاق مقري في الحلقة الثالثة من برنامج مراجعات، يعاد بثه في الأوقات التالية.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نحن نتحدث اليوم حول المشهد العراقي في ظل الدعوات الإصلاح والمظاهرات والحراك السياسي والاجتماعات التي تجري هنا وهناك. ضمن هذا الحراك مؤتمر للمعارضة العراقية جرى في الدوحة منذ أيام. أستاذ صباح المختار، بدعوة من وزارة الخارجية القطرية على ما يبدو كان هناك مؤتمر منذ أيام في الدوحة، ما هي الأهداف ولماذا عقد هذا المؤتمر؟ أنا في ظني أن المسألة هي أبعد من كون المؤتمر اللي عقد يوم 2 سبتمبر بدعوة من وزارة الخارجية. الساحة العراقية، العراق محتل منذ 13 عاما. نعم. لا توجد قيادة سياسية وطنية في العراق من 2003 لحد الآن. كانت هناك محاولة تصوير أن المسألة هي بين الأمريكان وحزب البعث، أو أنه بين الشيعة والسنة، أو الصفويين والمعرف إيش. في الحقيقة الساحة العراقية منذ 2003 لحد الآن هي ساحة صراع بين مؤيدي الاحتلال ومعارضيه. مؤيدي الاحتلال قد يكونون أما إيران أو أمريكا أو الاثنين مع بعض أو بدرجة أقل. هناك من أراد أن يسير بالعملية السياسية اللي خلقتها أمريكا. أمريكا حينما بريطانيا خرجت من العراق عملت نفس الشيء، جابت ملك من السعودية وأعطوهم دستور للعراقيين ووقعوا اتفاقيات النفط اللي هي ثلاثتهم سووها الأمريكان أيضا. لكن الإنجليز خلقوا دولة قابلة للحياة، دولة تستطيع أن تخدم أبنائها وتكون صديقة إلى بريطانيا. الأمريكان لا يفهمون هذا. الأمريكان تصوروا أنه إذا جمعوا مجموعة ناس اشتروهم بالأموال لا ينتمون إلى العراق. نعم، يمكن عراقيين بالمورد وحتى عوائلهم عراقية وأهلهم بالبلد، لكن لا علاقة لهم بالعراق، لا قلبا ولا قالبا. جاءت بهؤلاء وخلقت منهم دولة ووضعت القوانين وبرمر وكل التقسيمات والنهيبة والسرقة. لذلك هذه تسمى العملية السياسية في العراق منذ 2003 لحد الآن. هناك من يؤيد العملية السياسية وهناك من يعارض العملية السياسية. من يعارض العملية السياسية أنا أسميهم الوطنيين. هذه المجموعة لم تستطع أن توحد قياداتها لحد الآن. عندك البعثيين وعندك الإسلاميين وعندك هذا مجالس العشائر وعندك المجالس العسكرية وعندك النقشبندي، مختلف التسميات، لكن هذه لم تستطيع توحيد قيادتها، وهذا عار على كل هذه المنظمات. وأهم حركة سياسية فيها هي حركة حزب البعث العربي الاشتراكي، لأنه بقية الهيئات هي أما أفراد أو أشخاص غير منظمين بموقف سياسي أو مؤسسات مثلا دينية مثل هيئة علماء المسلمين. هيئة علماء المسلمين ليست حزبا سياسيا وليست حركة سياسية. هيئة علماء المسلمين هي مجموعة من الأشخاص الذين لديهم سلطة أخلاقية على المجتمع. الجهة الرئيسية المسؤولة عن العمل السياسي هي حزب البعث. مع شديد الأسف في تقديري أنا الشخصي أن حزب البعث لم يحاول أن يعمل مع الآخرين. حزب البعث يتهم الآخرين أنه ما عملوا معه، وقد يكون ذلك صحيحا، ولكن في نهاية الأمر أعتقد أن من لديه الخبرة والعمل السياسي في التنظيم السياسي هو الملزم بأن يقود هذه الحركة، أن يتنازل، يعني يتوجه إلى الآخرين، يتوجه إلى الآخرين. من لديه قدرة في الإدارة يتحدث مع أصغر شخص ومع الأشخاص الذين يعتقد أنهم غير مهمين ولكن لهم أهمية. ما حصل أنا في تقديري أنه في الفترة الأخيرة يعني في مطلع هذا العام، أو حقيقة بدأت من العام الماضي حينما الأردن بدعوة من أو بإيحاء من الأمريكان عقدوا مؤتمرا هناك. كانت الفكرة هي خلق قيادة ليست سنية، لأنه لا يوجد من الوطنيين من يقبل العمل على المستوى السني، لا حزب البعث ولا هيئة علماء. هيئة علماء المسلمين ترفض أن تعمل كهيئة سنية. لا يوجد وطني في العراق يقبل بالعملية الطائفية، حتى من المكون الشيعي لا يقبلون بالفكرة الشيعية، لأن الشيعية ليست وطنية. هذا مفهوم خطأ. لذلك الحركة الوطنية كان من الواجب خلال السنوات الماضية، لكن تأخرت. في مطلع هذا العام ومنذ العام الماضي بدأ الحديث بين مختلف الجهات.
لخلق نوع من الجهة الوطنية، لا يوجد أحد يسيطر على أحد، وإنما حينما تريد أن تدخل في مفاوضات مع الأمريكان أو حتى مع السلطة القائمة، لأن هذه السلطة الموجودة يعني بالرغم من كل الجرائم اللي ارتكبتها يا أخي، هناك 2-300 مليون آدمي، ما أعرف كم ملايين من الناس، هذولا لا يمكن اجتثاثهم ولا إرسالهم للباكستان أو لأي مكان آخر. هؤلاء أبناء شعب يجب التعامل معهم، ولكن في قضية التفاوض مع الجهة الأخرى سواء كانت الدول إيران وأمريكا وغيرها أو مع المواطنين العراقيين الذين يقتلون العراقيين الحاليين، يجب أن يكون هناك على الأقل هيكلية موحدة. جرت محاولة لخلق هذه الهيكلية لكي يكون هناك صوت وطني عراقي موحد لا يتحدث بالطائفية ويريد خلق الدولة المدنية ويستطيع أن يتحدث كمجموعة موحدة مع الجهات الأخرى، أي الجهات كانت، خصوصا وأن الغرب كان دائما يستعمل الحجة أنه لا يريد التفاوض معهم لأنه كل ما نجيب لكم سنة حسب رأي الأمريكان تقولوا أن هذولا ما نريدهم، هذولا صح وهذولا كذا. فكانت هناك محاولة، مع شديد الأسف هذه المحاولة لم تستمر وبالتالي أصبحت منقوصة حينما عقد الاجتماع في الدوحة. سأعود لك سيد صباح المختار، ولكن أشرك معي في هذا الحوار الدكتور صباح الياسين أستاذ الإعلام بجامعة الشرق الأوسط. أرحب بك دكتور صباح الياسين. يعني القادة أو المكونات التي وصفها سيد صباح المختار بأنها القيادات الوطنية، طالما أن الأهداف واحدة والرؤى واحدة، لماذا عجزت عن العمل المشترك؟ ما هي بواعث هذا التشتت في هذه القيادات؟ شكرا. أولا أحيي أخي وصديقي الأستاذ صباح المختار، ويعني إذ أقدر جانبا من مساهمته الإيجابية في تحليل هذا الوضع، أحب أن أكمل الفكرة التي بدأ بها وأجيب على تساؤلك. أولا، الحركة الوطنية في العراق تعرضت لضغط شديد منذ عام 2003 لحد الآن، الضغط إقليمي وضغط دولي، وابتدأت الولايات المتحدة الأمريكية برسم خارطة سياسية بالعراق تقصي أكثر من نصف الشعب أو تقصي النخب وتركز على الأشخاص الذين قبلوا بلعبة التصنيف الطائفي. آثارها مدمرة. يعني هو تحدث عن دور حزب البعث، حزب البعث قدم أكثر من 160 ألف شهيد منذ عام 2003 ولحد الآن. النخب السياسية والوطنية أما قتل تم قتلها تصفيتها في داخل العراق في النخب الأكاديمية أو هجرت خارج العراق، موجودة الآن في شتات الأرض. فإعادة تشكيل خارطة العمل الوطني العراقي لا تتم بسهولة. طبعا في خارطتين، خارطة تشكل الساحة التحرير، خارطة وطنية بامتياز من الشباب اللي رافضين هذه السلطة وفشلها، وخارطة أخرى موجودة بالمحيط الخارجي. هالخارطتين تتفاعل، وأنا أعتقد المستقبل القريب سوف يعني يظهر عن نسيج موحد لتواصل بين الشارع العراقي وبين النخب العراقية. فلم تغيب القوى الوطنية حقيقة. إرهاصات السنوات 12 الماضية منذ الاحتلال وحد الآن لقت ظلالها على كل قوى سياسية. التيار القومي مشتت وفتت، التيار الوطني تم ضرب عناصره. السائد الآن هو تيارين، تيار الفساد أولا وهذا يحتوي كل المكونات، وبالتالي تسيد مكون على مكون آخر، وللأسف الشديد هذا التسيد مدعوم أما دوليا أو من دولة جارة وهي إيران. هذا الأمر يستدعي أن القوى الوطنية حقيقة ما بينها تقدم تنازلات، التيار الديني الوطني والتيار القومي والتيار الليبرالي والتيار اليساري يجب أن تلتقي على خارطة الطريق، لأنه الآن المطلوب ليس الحكم في العراق، المطلوب الآن إنقاذ العراق. العراق الآن يسير إلى هاوية، بلد ممزق، جزء كبير من أراضيه تحت سلطة قوة غاشمة لا نعرف هوية هذه القوة ولا نعرف أجندتها. اثنين، مهدد من قوة إقليمية مجاورة. ثلاثة، الوضع الدولي كأنه متبرئ مما ارتكبت الولايات المتحدة الأمريكية من جريمة عام 2003 اللي بدأ الصحفي
في بريطانيا وبدا الصحف في ألمانيا وفرنسا لمحاولة يعني معالجة الجراح الكبيرة اللي أصابت بلد مركزي وبلد ذو حضارة وبلد ذو ثقافة مؤثر في البيئة. نعم. ويعني أثبت تحديات دون استقرار العراق لا استقرار بكل منطقة الشرق الأوسط والخليج. يعني هل تعتقد بأن هذه القوة بالفعل ممكن أن تتحد وتعمل في إطار قيادة موحدة إذا كانت محاولات سابقة قد فشلت ومنذ أيام قيل عن مؤتمر عقد أدى إلى خلافات بل وضرب للأسف بين أعضاء المؤتمر؟ اليوم منذ أيام مؤتمر الدوحة هناك أحاديث عن أو على الأقل الأمل غير موجود بهذا المؤتمر. يعني أنا لا أريد أتحدث عن تداعيات مؤتمر الدوحة أو أي مؤتمر يحدث، ولكن للأسف الشديد بعض القوى تدفع لكي يعني تدفع إلى أي مؤتمر وطني قوة اشتركت في العملية السياسية بالعراق، وأنا أقول لك كل القوى اللي اشتركت في العملية السياسية غير مؤهلة لعملية الإصلاح الوطني، فأي عملية إصلاح الوطني يجب أن تكون خارج العملية السياسية، خارج هذا الدستور المعوق اللي هو سبب الكارثة. بالتالي يعني كل العراقيين الآن يتجهون لإبعاد الدين عن السياسة، والعراق تاريخيا هو بلد الأديان، بلد سيدنا إبراهيم، ولكن لم تحكمه دولة دينية بالمعنى الطائفي كما حدث منذ عام 2003 لحد الآن. القوى الوطنية العراقية قادرة ومؤهلة ولديها قيادات ولديها خارطة طريق، ولكن كما ذكرت الأسباب التأثير الإقليمي والتأثير الدولي هو الذي يمنع تطور هذا المسار. أشكرك جزيلا دكتور صباح الياسين أستاذ الإعلام بجامعة الشرق الأوسط، كنت معي من عمان، شكرا جزيلا لك أستاذ صباح المختار. إذن القوى الوطنية قوى قادرة على قيادة عمل وطني في العراق، ولكن إلى الآن يبدو وهذا ظهر جليا في الخلافات التي حدثت في مؤتمر الدوحة، يبدو أنها لم تستطع الوصول إلى رؤية مشتركة، إلى أرضية مشتركة للعمل. ما هي الأسباب؟ إذا تأذن لي أولا يعني أريد أرجع على الأشياء اللي قالها الدكتور صباح الياسين صديقي وأخي. أولا أؤيد ما قاله في تقييمه للأمر. المسألة أعتقد النقطة المهمة أن الشارع الذي انتفض في العراق يحتاج إلى قيادة سياسية، وبالتالي هذا هو دور القيادة السياسية التي أتحدث عنها. الشارع الآن في كل منطقة التي تقوم فيها انتفاضة ومظاهرات هناك قيادات محلية لتلك المظاهرات، ليست بإعاز لا من حزب ولا من جهة، هم أشخاص الذين يقومون بهذه التظاهر، هم الذين يقررون ماذا يريدون، لكن بحاجة في نهاية الأمر إلى أن تكون هناك وحدة سياسية التي ينظرون إليها. النقطة الثانية اللي حضرتك تفضلت فيها موضوع المؤتمرات والضرب، أولا أنا أؤكد لك أنه لم يحصل أي اعتداء أو أي ضرب أو أي إساءة في المؤتمر الذي عقد في الدوحة. في مؤتمر آخر عقده بعض التجار في مناطق أخرى بما فيها بغداد، نعم، اللي دعا إليها ابن العراق البار رئيس البرلمان العراقي، وبالمناسبة أنا أسميه ابن العراق البار لأنه هو اللي أطلق على هادي العامري أنه هو ابن العراق البار. طبعا هادي العامري فعل بدياله ما فعل، نعم، اللي هي المحافظة التي يأتي منها. على أي حال من الأحوال هذه كانت محاولة تجارة بين الأخوان مرة أخرى وفشلت وصار الضرب في الكل، لكن في الدوحة لم يحصل ذلك. المؤتمر الذي عقد في الدوحة لم يستمر بالطريقة الصحيحة لأنه كان هناك استعجال. حضر إلى المؤتمر لأسباب مختلفة، وهنا لا أريد أن أنا أتحدث يعني هل أن حكومة قطر، هل أن الآخرين دعوا إلى المؤتمر، دعوا إلى المؤتمر أشخاص ما كان يجب أن يكونوا هناك من المشاركين في العملية السياسية، أما من المشاركين في العملية السياسية الآن مثل النواب ورئيس البرلمان، وأما من الذين لهم تاريخ طويل جدا في العمل السياسي مع العملية السياسية سواء كانوا تجار أو آخرين. المؤتمر كان لمؤتمر القوى الوطنية، حزب البعث وعدد من الوطنيين، وأيضا كانت هيئة علماء المسلمين. كان الفكرة الأساسية أن يعقد هذا المؤتمر بين الوطنيين بالدرجة الأولى
لكي يضعوا البرنامج لبرنامج موسع. حينما حضر إلى المؤتمر أشخاص ما كان يجب أن يحضروا، وفعلا بالنهاية طلب إليهم عدم البقاء في ذلك الفندق وإنما انتقال إلى الفور سيزن الفندق الآخر، رئيس البرلمان العراقي الذي استلم الدعوة لحضور المؤتمر لأنه خاف من الحكومة قال أنه لم يقرر أنه، وحينما حصلت بعض الخلافات في داخل المؤتمر قامت حكومة قطر بتوجيه دعوة جديدة وبالتالي رئيس البرلمان حضر إلى الدوحة بناء على دعوة للقاء الوزير وليس لشيء آخر، لكن بالصدفة لما جاء كان أكو مؤتمر آخر. وبنفس الوقت الأخوان في حزب البعث العربي الاشتراكي، أخي وصديقي أبو محمد دكتور خضير المرشدي، أصدر بيان يبدو أنه يقول فيه أنه هم ذهبوا للقاء سفراء قطر والسعودية والإمارات وما أعرف منه، يبدو أن كل اللي حصل في الدوحة كان عبارة عن أشخاص ذهبوا للقاء سفراء، في حين أنه في بداية الأمر كان هناك ورقة عمل، كانت هناك إمكانية لمناقشة مشروع. أليس تعبير عن فشل المؤتمر هذا؟ أكيد بالتأكيد هو بالنهاية الأمر فشل هذا، لكن هذه ليست نهاية الأمر. هذا المؤتمر مؤتمر وطني لديه أهداف وطنية، استعجل بعض المشاركين وتخلف آخرين، لكن هذه ليست نهاية الأمر. هناك بلد يجب يحتاج إلى إنقاذ. المسألة ليست موضوع شيعة وسنة، المسألة ليست موضوع أزعل وياك وترضى علي، المسألة ليست أنه نتكلم مع أصدقائنا وما نتكلم مع أعدائنا، لكن المؤسف أنه الحكومة تكذب، العبادي يقول لك أنه أنا ما سمحت لكل أحد، وبعدين يقول أنه أنا أعزت للرئيس البرلمان وهو يعرف أنه لا يستطيع لعز رئيس البرلمان، النائب الذي حضر حزبه يقول أنه إحنا لم نشارك وهو لا يمثلنا وإنما يمثل نفسه، بالنسبة إلى الحزب البعث يقول أنه لم يشارك وإنما ذهب للاجتماع بالسفراء بدعوة شكرا من حكومة قطر. فالمسألة هذه محاولة تغطية على هذا، لكن أعتقد أن الفكرة الأساسية وهي محاولة جمع القوى الوطنية لإنقاذ العراق يجب أن تستمر. موضوع أنه حصل مشكلة في الدوحة هذه ليست نهاية الأمر، هناك برامج لموضوع العراقي. بالنسبة إلى الحزب أشار إلى أنه حزب البعث أشار إلى أن المنطلق ماله هو تبديل الدستور وإنهاء العملية السياسية، في حين أن الجبوري الذي استلم نسخة من أوراق العمل بالمناسبة ولكنه يحلف يمين أنه هو ما التقى بيهم، وفعلا هو ما التقى بيهم لأن هو كان قاعد بالفور سيزن وما قاعدين بالكارلتون. هذه الورقة تشير بوضوح إلى موضوع يجب وضع دستور جديد ويجب إنهاء العملية السياسية. هو في بغداد يقول أنه إحنا إيدينا مفتوحة للكل لأنه عندنا مصالحة وطنية وكذا، وهذه على أن تتم وفق العملية السياسية ووفق أحكام الدستور. الدكتور أياد علاوي اللي هو الشخصية العراقية المهمة المسؤول عن المصالحة الوطنية شعر بالبأس أنه لا الحكومة حكت وياه ولا البرلمان حكى وياه ولا المعارضة حكت وياه ولا حزب البعث حكى ولا حتى حكومة قطر حكت معه. نعم. طيب في نهاية هذا اللقاء أستاذ صباح المختار، يعني أنت قلت بأنه يجب الاستمرار العمل على إنقاذ العراق، وكان هذا مؤتمر الدوحة أحد الجهود أو المحاولات، ولكن إذا كان هناك طرفين كما ذكرت في بداية هذا البرنامج، طرف قوى وطنية وقوى مشاركة في العملية السياسية التي هي تتبع إما إيران أو الولايات المتحدة الاحتلال مهما كان شكل هذا الاحتلال، إذن هذه القوى الوطنية بدل أن تذهب إلى الأطراف يعني الصغيرة لنسميها الصغيرة، لماذا لا تذهب للتفاوض مع القوى المتحكمة بهذه الأطراف، وهنا أعني الاحتلال بحد ذاته؟ بالتأكيد هذا هو الخط. في نهاية الأمر الفلسطينيين عليهم أن يتحدثوا للإسرائيليين، ماكو فايدة الفلسطيني يحكي ويا الأردني ولا الفلسطيني يحكي ويا الفلسطيني. بالنسبة للخط الوطني العراقي عليه أن يتفاهم مع الرأس سواء كان إيران أو أمريكا أو مجتمعين، ويجب أيضا الأخذ بنظر الاعتبار العراقيين المشاركين في العملية السياسية لأن هؤلاء أبناء البلد بالرغم من ارتكابهم الجرائم. لكن لكي تصل إلى هذه المرحلة يجب أولا أن تكون هناك نوع من القيادة الموحدة، يجب أن وهنا لا أقصد أن يكون عندك رئيس جمهورية وحكومة منفى، هذا ليس الكلام اللي
أولا يجب أن يكون هناك صدق في النيات في التعامل مع زملائنا الآخرين في الحركة الوطنية. يجب أن يكون هناك برنامج واضح، وعندما يكون ذلك سيعترف بك الآخر، الغرب سيعترف بك، أمريكا وأوروبا تبحث عمن تتحدث عنه، لأنه الأمريكان والأوروبيين عجزوا من التجار العراقيين، يمكن شراء الكثير وما أريد أذكر ولا اسم واحد. كل الشخصيات اللي راحت الواشنطن وراحت الأوروبا وفرنسا وكلهم لأغراض، يمكن عندهم أغراض وطنية، أنا ما أنفي الوطنية عن أحد، لكن بالتأكيد هناك جانب آخر اللي هو جانب التجارة وجانب يعني هذا البلد الوحيد اللي محطات التلفزيون تسمي نفسها أحزاب، أفراد يسمون نفسهم أحزاب، ميليشيات يسمون نفسهم أحزاب، وبعدين يتحدثون عن عملية سياسية. هذا العملية السياسية يجب أن تقوم، يجب أن يكون هناك طرف وطني يؤمن بالوطن. نعم إن شاء الله يكونوا بهم تجار ولا أغنياء ولا فقراء، هذا موضوع آخر، لكن يجب أن يكون هناك مجموعة تؤمن بالوطن، بوطن مدني لا علاقة له لا بالشيعة ولا بالسنة، وليس قائما على الانتقام لكي يتحدث مع من سيطر ودمر هذا البلد اللي هم أمريكا والغرب وإيران والعراقيين الذين اشتركوا فيها، لكن فقط يتم ذلك بعد قيام توحيد الجهود ووجود هناك هيكلية ثابتة وواضحة. أشكرك جزيلا الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا على حضورك معنا، كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ألقاكم دائما بخير، دمتم في أمان الله والسلام عليكم. قاعدين بأمان الله، ما في دبر ميل، يعني العالم جريها تقطعت، هذا اللي راسه صار على جناب، والله صار يعبوا شقة في اللحم في الكيس، بالكيس الأسود صار يعبوا، ما في يوم يعني الحمد لله طفشنا وهزمنا تخبينا بمغارة، يوم اثنين ما شفت إلا قاعدي أنا وأبو هالولد وأنا، حرقوا لنا كل شيء، دخلوا جيش جيش ما بيخافوا الله، دبوا لك البراميل وحرقوا بيتنا، يتموا لي هالعجي هذا ما عندي غيره، قاعد هالزلمة جاء بالسكين ابن الحرام وذبحوا. ايش بدي، ما في غير انه عيط والويلو، هذا اللي راح راح، صار لك راسه من هون وعندك، وهالعادي هذا قلت له دخيل جريكم ذبحته ابوه بس اتركوا لي ابني. وجيت لهون بهالوضع هذا، ما في يعني لا عندي اب لا عندي ام، والله الله ان شاء الله وانتو يا رب، وهالعادي هذا يعني له الله. كثير اختلفت حياتنا، شو كنا مكيفين ببيوتنا، بيوت على حسابنا، اكل على حسابنا، شرب على حسابنا، حيث السامعين تواليتات اشو هالاقواني زل بزل تراب وسخ، الخيمي عند الخيمي اشو، هاي بدها تقوينا هاي شقفتها جلاتين هاي، والله امبارح هذا حرق قلبي ضل يبكي ساعه بده حق طقم، منين بده يجيب له، اقسم بالله لو 10 ايام عم يبكي بده بطيخه، رجع لنفس الموال بدي بطيخه بدي بطيخه، انا هلق لو ابوه طيب انا هيك صار فيها اللي صار، إذا بدي حاول أبكي دمعة عيوني انحرقت. شو هذا العادي ساته في أول عمره، هذا بيشتهي كل شيء، بيشتهي مثل الأولاد يلبس، منين بدي أجيب له أنا؟ كنا مكيفين، كان أبوه ما في منه، الله لا يهنيهم. جاينا شهر فضيل، ايش بدي اسوي انا، منين بدي ادين، مين بدي يتحملني اذا دينت،
طفشنا لهون على المخيمات، إن أكثر من شهرين ما شفنا شيء، مي قليلة، تواليتات ما في، إغاثات ما في، لبس ما في، عم نضل من الصبح للمغرب هون قاعدين، الله وكيلك مو عم بنروح على هالجيران، ما عم يتحملونا نص ساعة، بناكل عند هون هجارتي نص ساعة، أنا أبوي وأمي ميتين، نقعد نص ساعة نتوضى ونصلي ونجي، يعني ما حدا عم يتحمل حدا ليك على هالوضع وليك على هالوسخ قاعدين فيه وعلى هالشمس، نضل مرفوعين من هلق لآخر هالليل، وأنا ما بسجلنا، بفزع ابني يقرصوا شيء، ما عندي غيره. ما بيوتنا انهدت عمرينه، بيوتنا انهدت عمرينه، ناخذ الخيم ونقعد. واللي ماتوا الله يرحمهم، الله يرحمهم. والله على الظالم، هذا اللي بتمناه، انه يساعدونا يعني ما يخلونا في الوضع هذا. وضع ليك على هالصيف واجى الدبان والبق وحشرات شيء شيء بيهبل هون. يعني انا بوضعي يعني كأرملي يعني لا ضل عندي جوز لا عندي معين ولا عندي حدا، وهالولد هذا الله ان شاء الله وانتم. الثورة تتسرق منكم بأي حجة، الحجج كتير والصحراء كتير والتحدي كبير، وانتوا قادرين تواجهوا هذا. ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها كاملة والحفاظ على الشرعية، تمن الحفاظ عليها حياتي، حياتي أنا. انا عايز احافظ على حياتكم كلكم، انا عايز احافظ على الاطفال ولادنا اللي حيجوا يكبروا بعدين، انا عايز احافظ على البنات حيبقوا امهات المستقبل اللي بيعلموا ولادهم ان ابائهم واجدادهم كانوا رجال. لا يقبلون الضيم ولا ينزلون ابدا على رأي الفسدة ولا يعطون الدنية ابدا من وطنهم او شرعيتهم او دينهم. Dear Mr. President, I have been writing a letter to you year after year. I'm 11 years old now. I keep on writing a different letter because as I grow up, I keep on learning more. You are a very good president, and I'm really honest about this. I knew you were going to be the president from the bottom of my heart. And there is just one favor I need from you. But first, I need to introduce myself. I'm one of the proud daughters of the Holy Land Five. My father and four other great men were put into jail for nothing. They got really long sentencing too. My father got 65 years. He did not hurt anyone or anything. If anything, he helped people. He first went to jail when I was 3 years old. Then he came back after 10 days. In November 2008, after two long trials, they took him and the other man to prison again. Now, the favor I really want from you is that I want you to free the HLF-5. You are the only one who can do this, and I hope you will. Did you know I have the same birthday as Dr. Martin Luther King Jr.? Maybe that's why we seem the same. Also, I have a question for you. If Martin Luther King was still alive, would these five men have been in jail? I never knew feeding children was a crime, but these great men and their families are suffering. They are innocent. Look in their files and study their case, please. I'm sure that you will find it. Also, all these men